ثم رمضان يجمعنا. Just for Dudu. Just stop. Do. Okay. I'm going to do it. Aloha, new day, new vlog. هاد تما وسط هادي اسمو مزقينه مزقين ممكن كتقد شي حاجه بس ما كتقولها لا كمزقين ولات كتقول اسماء دا اوريدي في كوليستان كيقولوا دادا لشي وحده كبيره المهم شي واحد زعما كيحترمها ماشي شي وحده كبيره ولكن اوف كورس هي ماشي تعلمها دابا الكرديه غير ما عرفتي كتنطقها وصافي بحال مثلا مبارح كتقولي امي دونك غير هكاك وصافي سينو جيت عند اسماء دابا جا جابني بارهم حيت مريم كان خصو شي خدمه البارح تعطلنا بزاف عندهم بالليل فغيمون حتى ودن الفجر وبقينا جالسين مجمعين اكسيتيرا وسي بدينا صايبنا واحد النوع ديال الحلوى ديال العيد وما كملناش صافي ما كملناهمش كاملين بيان سور ما درناش كلشي على فوا وكنا غادي نبعثو مي مريم كان خصو فغيمون بكري قبل شي غرض جا الخدمه دونك ما قدرناش نباتو صافي دونك جيت اليوم دابا اوسي غادي نمشيو نخدمو الحلوه ديال العيد غادي نحيدو علينا شي حاجه وقيلا غادي نديرو صابلي ولا ما نعرف جو كخوا كو غادي نصورو لكم شي حاجات من كوكينا دي سيستر تنشوف اسماء شنو بغات نبداو اليوم دونك صافي جو سي با واش غادي نحيدو علينا كلشي الحلوه اليوم ولا نديرو غير شي حاجه المهم حتى نشوفو صافي دونك هادشي اللي كاين و جيت نصايبها عند اسماء نقول لكم علاش نورمالمون غنصايبوها عندي انا في الدار حيت اسماء ما عندهاش فران كبير عندها فران زوين مي ماشي كبير انا فراني فريمون كبير هاي بيبي انا فراني فريمون كبير هاي مامي هاي بيبي يا جود جوب قلت لكم انا فراني كبير يا كوكيز جود جوب عندي فراني فريمون كبير وكندخلو طواط على فوق كيطيب لينا كلشي دقه وحده ماشي بحال غنبقاو ندخلو بجوج اكسيتيرا مي ديالي خسر ما عرفناش معلو كان كيشعل والحراره ناقصه دابا اصلا ما كيشعلش اوريدي دونك صافي لوطخ جوغ جاب ماريو واحد السيد باش يصايبو لنا مي صراحه ما بغاش يتصايب وشرينا ليه داكشي ما عرفت واحد اللعيبات المهم دات خوك تاع الداخل ديالو شريناهم باغ انترنيت والو عزيز عليا وفريمون غالي بزاف وكبير وزوين مي جو سي با دابا البوطات ديالو خدامين مي الفران ما خدامش ما عرفتش شنو غادي ندير خصني اكيد نشري شي واحد اخر حيت شي الا ما تصايبش هو اون فيت داكشي اللي وصلنا عليه باغ انترنيت اللي شرينا ديالو ماشي ديالو وصلونا صغار ماشي صناعيه راهو معاهم وراكم عارفين دوك الفرانات الكبار تيكونوا زوينين اوريدي هذيك لا مارك ديال الفران ديالنا كاينه مي هذاك الفران بالضبط ما كاينش حيت قديم فهمتوا كيفاش يعني ما كاينش يعني ما خرجينش نفسه كاينين مي ماشي نفسه مي ماشي مشكل ما عندنا ما نديرو وصافي وخلانا حتى ولايت ياكم زوينة إوا صافي دونك هادشي لي كاين دونك كيبقى بيت أسا حتى نشوفو أشنو غادي نديرو يوما باي باي شوفو مزقين هي اللي اختارت الشكل اليوم طفلت لها الكسيس مقطع عليها حنايا لالا
تاعات الحلوه اوريدي اللي صراحه صايبتها اسماء راسها ومزقين لي كبات لها الدقيق خميره واسماء كتوكل مزقين قلت لها عقلتي على هاد الماكله يا مات رمضان حنا فاش كنا صغار كانت كتجينا بنينه البيض مزقين تتاكل السفانه الدجاج صايبت لها اسماء بيض وفرميجه فينيش اشنو بغات؟ ما بغاش تاكل لي السويسو بغات غير الايك ريكتانجل ايك سوسي ديال اكادير ديال السوق مازال بالخضيره تشهينا الصراحه ايوا دابا غادي نغسل المعان ونجمع هاد القرفيله اسماء راه كاينه خرجت للجار دزنت ليها الفخر حيت غادي نحطو على الفخر تشينا بالفخر طيب على مالو جبنه لا لا يا مسكين تي تاكل مطيشه طماطو ماتو ماتو لايك طوميتو تما عندها هنايا الثلاجه صغار ومسكين كيصحابها باش هادي لعبه كتقدا وكتحط هاد الجب جبهم شوبينغ تايم Mommy. You don't like this one. What? No. Fruits, mommy. Yeah, fromage de chèvre. We need that. That's all the game, mommy. Sorry. خدات بدا داكشي اللي كيعجبها. It's so soft. Yeah, Philadelphia. Nice choice. Mommy like this one. Good job, baby. That's it. ورا غطيتي لدودو مسكينه وجهها. Where is Dudu? Dudu hide. Where is Dudu hide? راه انت اللي غطيتي خنقتيها صافي. يلا بارك ميمه صافي فينيش. واحد الطاجين في الفاخر ماشي تكون فيه ريحته كتحمق. حق الله عرفتي فريمون ما كانش ما احسن من الطاجين في الفاخر. ومين مثلات شعر ريحتو ريحتو غزالة غزالة وتوحشنا الطاجين الله نسيت ما وريتكم هاد الحاجة اليوم في الصباح درت واحد الفيديو للمسكينة غنحطها في انستغرام وغادي نحطها لكم دابا هنا تشوفوها ابخي هادشي اختبرت فيها الصبر ديالها غادي تكونوا سيغمون شفتوا هاد اليامات ترنين كيديروا على لي بارون الاطفال ديالهم كيحطوا لهم سويت شي حاجه اللي كتعجبهم سواء ايس كريم سواء شوكليت المهم الحاجه اللي كيعجبهم لي بونبون واتيفر كيحطوا عليهم كيشوفوا واش غيقيسوها كيمشيو وكيرجعوا انا درتها للمسكين راح نحط لكم هنا تشوفوا لايكسون ديال المسكين ولا كيفاش واش تحملات ولا ما تحملاتش واللي عندها لي زونفون جربوها معاهم صراحه زوينه كتختبرهم كتشوفوا واش غيصبروا ولا ما يصبروش Chocolate egg, right? Onion, right? You want chocolate egg, right? Yes. But listen, listen to me, okay? Don't touch. I open one for you, but I have to go to do something, okay? When I go back, mommy will give it to you, okay? When mommy go back, then I give you, okay? Yummy, 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 yummy in my tummy.
الوها نيو داي نيو فلوغ. عاوتاني البارح ما بقيتش بالدان اسماء وما بقيناش كملنا كلشي. شنو درنا اسماء البارح؟ درنا الغريبه المعلكه. هادشي اللي درنا ياك. ودرنا صايبنا شي عجينه اخرى. لا لا عادي سيري. اسماء بغات تدوز قالت لي في الخندوش. المهم قلت لكم صافي صراحه ما جاتش اليوم بكري حيتاش فاقت دواج درت بلان تخيك تعري في داري وعاد باش جيت وصافي غادي نفطروا اليوم. ولكن اليوم ما غاديش نطيبوا الفطور. غادي الفطور على حسب الرجال. ولكن جا صح عندو ديالنا ما كيعرفوا يقليو حتى بيضة. مروان راكم عارفين دوك الكليمات اللي كيدخل فيهم الكوزينه كيدير فيهم الرز واللوبيا وراه كنصور لكم نهار كيتواضع وكيطيب وفرامو سي لا ميم شوز. صافي دوكو غادي نجيبو ماكله اوتسايد. غادي نجيب علينا مروان معاك. ولكن ما كاينش بزاف ماشي كاع المحلات حالين فهمتي فهمتوا. دونك صافي هادشي اللي كاين وغادي نطيبوا دابا الحليوات. كنقدم حليوات اخرين لو غيست ديالهم. هادشي اللي كاين حليوات ديال العيد. ونسيت ما قلت لكم اهم حاجه. يس رجعت شعري فاينالي. اي ميس ماي كيرل صراحه. اي ميس ماي كيرل بزاف. اليوم دوشت عرفتي كنحس بشعري خفيف فاش كيكون شعري ممشوط هذا كنحس به ثقيل وفاش كيكون هكا بوكلي كنحس به فريمون خفيف كالريشه. الوغ كو الناس كيبان لهم لو كونتخيغ ياك اسماء كيبان لكم لا هكا ثقيل. لا عرفتي فاش كيكون كيرلي واو كتحسوا براسكم فريش وخفيف ديال بصح المره اللي دغيا كتدخل ليه لداخل. الله ماما ماما تاو جو سي كو غابره ولكن هنا فين غبرنا. اليوم راه نيكس داي في الصباح وجينا نيجان فقنات ودينا فقنات ودينا صلينا ودخلنا الكوزينه نيجان وصراحه ما نعسنا حتى الخمسه وشي حاجه ياك السبعه نوال ما شتيش الساعه فعلا درت ستوري في انستغرام على الخمسه وشي حاجه دونك السبعه هذيك او لا لا عرفتي راه فريمون ما نعسناش بكري بقينا كنديروا هاد الشيء. ايوا اللي بغى الحلوه ديال الدار وتكون بنينه وعلى حقها طريقه ثلاث ايام واحد النهار صغري كونتيتي حليله عندك العرس صراحه يعني فريمون ما جي عندنا حتى واحد زعما ما كنمكنش كنديروا حتى خصوصا دابا مع امي في دارنا هكا كولفنا ضروري وما نشريوهاش خصنا حنا نديروها. كنعقل عقلتي اسماء فاش اختي صفا والده وكان جاع مسكينه اختي جاع نازف خلصوا لوبيتال وخلصنا اولا ما ديهاش فيها باسكو دايره مشاو لوبيتال مشاو لوبيتال مسكين انا وانتيا ماشي مسكين ايناس كانت باقا بيبي نيوبورن كانت ولدات وجاها نازف ومشاو لوبيتال مع ماما وبابا وبقينا انا واسماء وانا واسماء كنا صغار ماشي ورغم داكشي بقينا سهرانين خصنا نديرو الحلوه وداكشي كنت اول مره كنت اول مره في حياتي غندير بسمن بزاف كنا صغار اصلا كنا فريمون صغار كنا صغار مع ماما كانت ناويه دير مع اول مره مشيت درتها غير بالفورس. ماما مسكينه كتبكي فاش شافتو قالت لي الله يا ربي الله درتي وصدق لك غير بالفورس اول مره الحمد لله قلت لكم تبارك الله ما شاء الله
قلت لكم عشرة فريمون حنايا كولفنا بصراحة في دارنا بزاف ديال الناس كيشريو بصح غير كل واحد حرمي حنايا لا داكشي نصيبو بيه بينا وكنبقاو سهرانين عليه ونخدمو وكل ولاد واخا حنا وحتى في دارنا لا غون فامي كاينه في مراكش ولا بتيت فامي كاينه في اكادير دوكو ما كيجيش عندنا طوات حنا كنمشيو غير قليل كيجي عندنا ماشي بزاف ما نوريكم شنو نصيبنا راه برسك الحمد لله سالينا هادو هما مي بريفيري انا صراحه كعب غزال كعب غزال يا لون هادو شنو كنسميو مازال اسم هادو بلي زاموند ها هي تا هي زويونه هادي هي اللي صرنا بقات لينا اخر حاجه البارح ياك صايب وهادو ما كيبانوش مزيان ما كيبانوش معطيناهم بالسلوفان باش ما يشربوش المهم هادو فيهم هنايا وتبقى الريحه ديالهم ما تاخذش من شي حاجه هادو لي فروي كونفي مع لي شوكولا نوار وكراميل وهادو سماتهم يا سيدي مزكين كوين كوين اجات فيهم التاج قالت لي كوين كوين وهادي ريش بوند اوف كورس هادي دارنا كلهم كيحماقوا عليها انا صراحه ما عنديش مع الكوك ديكو وهادي هي دي انا شوفوا اي حاجه لوز قرقاع لا اي حاجه ما وديش تماما انا كيعجبني داكشي اللي تقليدي 100% اسما ما كانتش فغادير فريمون انا كنحماق على توسكي تراديسيونيل ديال بصح اما هادشي وهادشي ما عنديش معاه ما كنقيسوش اصلا والله ما كناكلو هادي فريمون كتجي غزاله ومعلكم عسله والفيديو راه كاين في كوكينو دي سيسرا اوريدي حطيناه لكم فريمون غزاله هادي تبارك الله شنو مازال بقات بيان سور هنايا عند الميكن باقي يلا غادي ندخلوه للفران نقطعوه ندخلوه وعندنا اوسي واحد الحليوات يلا غادي نصايب لهم انا الشوكولا بلون ديالهم صافي هادشي صافي قبيله من بعد ما شفتنا في الدار اسما جينا نيشان لداري ودخلنا الكوزينه كنطيبوا هذه هي مازال الكوزينه ما عرفتش جينا حنايا ماشي جدا كعداتينا ضروري الكوزينه جينا كنصيبوا كسكسو اليوم 27 اكيد ما غاديش تشوفوا هذا 27 وكنتش علاش كنقول لكم ان شاء الله تحقق جميع امانينا وان شاء الله نكونوا داك عرفت انا اليوم ماشي ليله القدر حنايا في المغرب هكا كنحتفلوا بليله 27 وكنديروا كسكسو كنديروا شي بلا ماروكين وكنصليو وكنفرحوا وكنكحلوا اكسيتيرا انا ما كنكحلش حتى جايه ويلاتي كيدمعوا مي اسما كحلات كنلبسوا تقليدي وشي حاجه زوينه اكسيتيرا بقيت انا كنصايب لها سوب كسكسو اوريدي قرب يوجد هما كيتفرجوا جالسين حيتاش اوريدي بدا هذاك الفيلم المغربي حيتاش حنايا نتوما كيكون اوريدي كتفطروا حنايا مازال ما كتفطروش لقيتها ديال الفطور ديالنا كنفطروا شويه مع الطليق سنو شنو كنت باغا نقول لكم ان شاء الله كيتحققوا يا امانيكم يا ربي ان شاء الله وتكونوا دعيتوا ولا استجبوا الدعاء ديالكم في ليله القدر اللي ما عرفناش امتى كتكون دونك صافي هادشي اللي كاين وصافي دونك يا هادشي اللي كاين لبست كاع الدوره فيت في صراحه ما كانش عندي الكاله غير فيت في حيتاش فريمون ما كانش الوقت ذاتي يي غادي ندوزو غدا الدار عادي صافي جورني عاديه صراحه ما درناش هاد العام شي حاجه الكسكسو اللي كان وجدو هو الكسكسو بالدفايه معيس لا البصيله الزبيب هذا الكسكسو كيفكرني في امي ماما ماما كديرو غزال تبارك الله كلشي كيشكرها عليه كديرو بيان سور الدجاج محمرين ها هما كيجي فريمون غزال اسماء بصفه كندوره وكحلات العينين وريت عجبت شعرك كذا الله